أشرف بن شرقي. خرجت امبارح التقارير اللي بتتكلم ان الاهلي خلص بل ووقع رسميا على مستوى العقود أشرف بن شرقي على تعاقده مع الاهلي ليبدا رحلة جديدة مع الفريق الاحمر في الموسم المقبل بعد نهاية عقده بتيشيرت الفريق الابيض اللي بيلعب له من سنة 2019 الجناح المغربي الايسر ناحية الشمال يعني عقده بينتهي آخر الموسم. طلباته اتقال عليها ان هي مبالغ فيها وبعديها اتقال ان هي لا تمام فتاجلت من لجنه الى لجنه حتى جاء مجلس اداره الزمالك بعديها قال انا مش هتكلم في التجديد الا بعد نهايه الموسم مش عليك انت بس يا اشرف بل على اشرف وطارق وابو جبل وغيرهم من اللاعبين فالنهارده بعد خروج هذا الكلام وبدون أن نعلم مين اللي خرجوه سواء الناحيه بتاعت اللاعب ولا الناحيه بتاعت النادي المتفاوض لضمه ولا نادي الزمالك اللي بينتهي عقده معاه أيا ما كان حاولنا نستفسر على القصه عشان نعرف إيه المعلومات المتاحه في القصه دي فكانت الإجابه أن الأهلي بالفعل اتفق مع أشرف بن شرقي على أغلب بنود التعاقد ولكن لم يحسم أمره سواء لاحتمالات تغيير في وجهة النظر الفنية أو لاحتمالات تغيير بالنظر لأنه قد يكون هناك اختيارات أخرى يراها موسيماني بالتالي لم تحسم الأمور الأمر هيحسم إمتى؟ خلال أيام قليلة جدا بعد نهاية دوري أبطال إفريقيا بإذن الله تعالوا نستعرض التفاصيل اللي حصلنا عليها الأول عشان ممكن يبقى لنا رأي فيها سريعا أشرف بن شرقي بحسب مصدر مقرب من اللاعب خطف اعجاب مسؤولي الاهلي بعد تالقه في تجربته مع الزمالك واحد الخيارات التي وضعها النادي كهدف له في الموسم الجديد يرى مسؤول الاهلي ان مراكز الهجوم اللي هي الجناح والمهاجم بحاجه للتدعيم وبالتالي تم فتح التفاوض مع بن شرقي صاحب القدرات الهجوميه الكبيره بالتزامن مع انتهاء عقده مع الزمالك وسهوله ضمه بالمجان الاهلي في مفاوضات جاده وقويه مع بن شرقي تم التوصل لاتفاق بين الطرفين على معظم التفاصيل لكن الاهلي فضل ارجاء حسم الامور للفتره المقبله الموعد الاقرب للحصول على توقيع بن شرقي وحسم الامور بشكل رسمي سيكون عقب نهائي دوري ابطال افريقيا امام الوداد في 30 من مايو الجاري يعني بعد تقريبا تسعه ايام من دلوقتي <applause> رغم ترحيب بن شرقي باللاعب للاهلي لكن النادي يفاضل بينه وبين عدد من الخيارات الاخرى تحسبا لاي مستجدات تطرق في الفتره المقبله او تغير في وجهات النظر او موقف النادي لويس ميكيسوني عشان اكيد انت بتسال مين اللي هيمشي من الاجانب هو اقرب الاجانب المحتمل رحيلهم في حاله تضم اشرف بن شرقي لقيد اللاعب المغربي بدلا من اللاعب الموزمبيقي اذا وقع المغربي بشكل رسمي في الفتره المقبله هذا ما لدينا من معلومات بخصوص هذه الصفقة سألنا رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأستاذ مرتضى منصور فكانت إجابته أنه أعمل إيه اللاعب عقده بينتهي فلو قرر أنه هو يروح الأهلي أنا ما عنديش مشكلة لكن أنا هنا عندي نقطتين واحدة عن الأهلي وواحدة عن الزمالك هل أشرف بن شرقي إذا تمت الصفقة هو لاعب مؤثر 100% لاعب مؤثر هل المستوى اللي بيقدمه في الزمالك آخر 12 شهر هو المستوى اللي ممكن تقيس بيه ما سيقدمه اللاعب مع الاهلي لا لان اللاعب قدم مع الزمالك في السنتين اللي قبلهم مستوى رائعا والحقيقه يعني انه حتى مع تراجع مستوى اللمسه موجوده مزاجي بقى حالته مش مرتاحه عقده بينتهي ولسه ما استقرش على موقفه مضى مع حد تاني بيتفاوض مع حد تاني دي اسباب كلها منطقيه لانخفاض مستوى لاعب مستحقات بقى شكوى مقدمها رد عليه ادارات بتتغير دي كلها حاجات ما تريحش اللاعب او تخلي المودي اللي هو مزاجه دايما مزاجي يعني مزاجه دايما رايح ناحيه الوحش مش مبسوط وبالتالي ده بيؤثر على مستواه وبالتالي هل اللاعب فنيا اضافه لاي فريق نعم بل اذا جدد تعاقده مع الزمالك نفسه مستواها يتغير عن مستواه بتاع الماتشات اللي فاتت اللي بقى لها فتره مش مقنعه لجمهور الزمالك والحقيقه ان جمهور الزمالك او الجمهور عموما بيقارن مستوى اشرف بن شرقي دلوقتي بمستوى اشرف بن شرقي نفسه يعني مش بمستوى لاعب تاني الناس كلها عندها اقتناع ان اللاعب كويس قوي بس مستواه مش عاجبنا دلوقتي اللي هو لا فوق اصحى لو مش عاجبك النادي ما تلعبش لو فاللي هو الناس بدات تقفش على مستوى اللاعب عشان عارفين انه عنده احسن هل اشرف بن شرقي افضل من اجنحه الاهلي الموجوده حاليا افضل من كلهم من كلهم تاني مستواه دلوقتي مش هو احسن مستوى مش احسن مستوى طبعا بل في الزمالك في اكثر جديه منه رغم فارق الامكانيات لصالحه لكن هو احسن فنيا من اكثر اجنحه الاهلي فاكيد دي اضافه فنيه للاهلي ولكن هقف عند النقطه دي الحاجه الوحيده اللي ممكن اقولها اللي ممكن اقولها يعني انه كان الاهلي من سنه بالظبط او سنه وشهر من خلال مدير التعاقدات أمير توفيق قال إنه لن نتفاوض مع أي لاعب سواء بتنتهي تعاقداته أو فري من الزمالك، لكن طبعًا هتقولي ده السنة اللي فاتت آه، ممكن يكون السنة اللي فاتت وضع والسنة دي وضع تاني، هل الأهلي مخطئ في إنه يتفاوض مع أشرف بن شرقي؟ لأ، مش مخطئ، لعيب عقده بينتهي، مسموح له للتفاوض من شهر يناير اللي فات، فإذا قام الأهلي بذلك فهو أمر لا يلام عليه الأهلي. إنما لازم يلام عليه الزمالك حتى لو مش عايز أشرف بن شرقي. على فكره حتى لو الزمالك لقى انه طفح الكيل ومش عارفين وطلباته كتيره ومش عارف ايه حلو فكره انه والله احنا اللي عايزينه هو اللي احنا بنكمل وراي يروح اي نادي زي ما هو عايز لكن لازم الزمالك برضو يخلي باله من فكره انه بقى الف... انه ما ينفعش يتحول لفكره الفريق اللي بيضم لاعبين وبيتالقوا ويخلص عقدهم فيروحوا المكان تاني لان الزمالك مش قادر على استمرارهم دي مش حلوه لسمعه الزمالك على مستوى التعاقدات. الزمالك مش الفريق الصغير اللي ممكن عقد اللاعب يخلص فيبقى رايح اللاعب جاهز لمنافس تقليدي. هنا انا بتكلم على كوره. مش حلوه خالص يعني دورتموند دايما الناس بتبص له بصه ان انت بتعمل النجوم ويبداوا يبقوا توب فيروحوا بايرن ميونخ على الجاهز. فالناس بتبص دايما لبايرن ميونخ بصه اللي هو ايه الاكبر. فمش حلوه للزمالك الا في حاله ان هو مش عايز اشرب بن شرقي. فدي النقطه اللي لازم تبقى واضحه وهي مش حرب مين يضم مين قد ما هو في الاخر انت عايز مين وازاي تعرف توصل له وتبقى مقنع ليه انك بتحقق كل ما تريده او يريده الطرف الاخر وبالتالي تبقى الامور واضحه في شكل بيفيد اي نادي